احلى صوت ممكن تسمعيه للكبده الصوت ده، والطعم بقى في حته تانية خالص. يلا نشوف هنعملها ازاي، بس يا ريت نصلي على الرسول في الاول. اول حاجه ضفت الزيت في الجريل وهبدا اسخنه وانزل على طول بكميه البصل اللي انا مقطعاه جوانح، الكميه اللي تحبوها. هبدا اشوحه لحد ما يدبل شويه وياخد لون مكرمل على خفيف. هجهز بوله جنبي والمقصوصه وابدا اصفيه على طول من الزيت في بوله تانية او طبق، والزيت ده بقى هضيف فيه معلقه كبيره من اللي انا دايما بسيحها واضيفها عندي، بتنفعني في حاجات كتير. مش عندك قطعي قطعه ليا صغيره وشوفي بقى الطعم وجمال الكبده. هنزل بقى بمعلقه كبيره من الثوم المفروم وزيها هريسه فلفل احمر، واشوح كله مع بعضه مع اللي والزيت بدون ما الثوم لونه يغير. هاتي بقى الكبده الجميله بتاعتنا، انا استخدمت كيلو، وهنزل على طول. الله بقى على الروايح اللي كانت قلبه الدنيا. تقلبتين ثلاثة وبعد كده هسيبها لحد لما تخش في السوا. ما نقعدش نقلب فيها كتير اول ما نضيفها على النار، ولازم النار بتاعتك تكون عليها. بعد كده هقلب لحد لما لونها يغير تماما كلها وتخش في السوا. تكوني بقى مجهزة شوية البهارات بتاعتك، افضلي بقى قلبي فيها. شايفين دخلت في السوا خلاص كده تمام. اول حاجة بقى هننزل بالملح، وبعد كده الكمون والكزبرة والبابريكا، وشوية من الفلفل الاسود وبهارات اللحمة. دي كل البهارات بتاعتنا. شايفين بقى الجمال، طريقتها سهلة جدا، كل مرة بنعملها اسكندراني، لكن الطريقة دي تحفة وبيكون ليها صوص خطير، لازم تجربوها. هنزل بقى بعصير ليمونة كبيرة، ممكن تضيفي خل لو حبة، بس انا يمكن بفضل الليمون اكتر. تقلبتين تلاتة، وبعد كده هنضيف البصل اللي احنا كرملناه. البصل بيديها تسكيرة وصوص كمان اكتر من رائع. ننزل بقى بالبصل ونقلب تاني. الأكلة كلها على بعضها يا جماعة مش هتاخد معاكو 10 دقايق وتكون جاهزة. بصوا بقى التكة بتاعت الطماطم دي مش كتير بيعملها. هاتي 3 حبات من الطماطم على كيلو الكبدة، قطعيهم لمكعبات صغيرة وانزلي بيهم مع الفلفل، فلفل رومي أو ميكس ما بين الحار والرومي زي ما تحبوا. طبعا الطماطم بتديها صوص خطير وتسكيرة حلوة برضو مع البصل. هنقلب بقى ونغطيها 3 دقايق، وبعد كده خلاص نزلت بقى بقرن فلفل حار. ما حبيتش ان انا اشطشطه عشان الولاد، الفلفل ده ليا. خلاص هي كده استوت معايا، خلوا يكون فيها صوص. خلاص شلتها من على النار. هننزل بقى بشويه بقدونس او كزبره خضراء نزين كده الوجه، وعلى فكره بتديها تيست جميل. لزوم الاكله الحلوه دي البطاطس المحمره واحلى سلطه الطحينه عشان نعمل السندوتشات الجميله بتاعتنا. ينفع تتاكل طبعا بالفينو بالكايزر بالعيش البلدي، انا عن نفسي بفضلها بيه جدا. وعلى فكره الكبده بالبصل ميزتها بيكون ليها صوص، ينفع تعمليها جنب مكرونه بالصلصه لو ولادك بيحبوا المكرونه يعني، او الرز الابيض. كبدة بالبصل يا جماعة طعمها أكتر من رائع، بالنسبة لي أحلى كتير من اللي بالثوم بس. إن شاء الله متأكدة لما تجربوها مش هتعملوا غيرها. البصل كده مع الطماطم مدينها تسكيرة جميلة، والصوص كمان خطير فيها. ما تحاولوش تنشفوها على النار، يعني خلوا فيها شوية صوص زي ما قلتلكم. هضيف بقى سلطة الطحينة على السندوتشات وادوق قبل ما أختم. طعمها خطير وريحتها بقى كانت جايبة لآخر الدنيا. إن شاء الله متأكدة اللي هيجربها هتعجبه جدا جدا. انتظروني في حلقات جايه كتير، ولو وصلتوا لحد هنا اوعوا تنسونا في خالص الدعاء ولايك وشير لو الفيديو عجبكم والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. القاكم في حلقه جديده، وباي باي.